سلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم إلى الرأي الحر الذي نتناول نبقى في ساعتيه حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي الساعة الأولى نتناول الدورة غير العادية لمندوبي الجامعة العربية التي عقدت اليوم في القاهرة لبحث الحراك العربي حيال المجزرة التي تتم في قطاع غزة، ونتساءل حول شكل هذا الحراك الذي تم ويمكن أن يتم من قبل النظام الرسمي العربي، من قبل الجامعة العربية، وهل ما زال هناك أمل أصلاً في النظام الرسمي العربي ليقدم شيئاً لهذه الأمة ولفلسطين تحديداً ولقطاع غزة خصوصاً في محنته التي يمر بها. في ساعتنا الثانية نعرج على الغارة التي أقدمت عليها إسرائيل تجاه المبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الاثنين الماضي. طهران تقول بأنها بعثت رسالة مهمة لواشنطن بعد هذه الغارة والتي قتل فيها قادة كبار في الحرس الثوري الإيراني، ونتساءل حول فحوى هذه الرسالة، وهل يشعل، هل يمكن أن يشعل أو تشعل هذه الغارة ومقتل هؤلاء القادة في دمشق، هل يمكن أن تشعل صراعا في المنطقة ويتوسع هذا الصراع لتشتعل المنطقة برمتها؟ أهلا بكم. أهلا بكم. انطلقت في القاهرة اليوم أعمال الدورة غير العادية للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول العربية، ويهدف الاجتماع إلى بحث الحراك العربي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني. فما الذي قدمته الجامعة العربية أصلاً لفلسطين؟ الحقيقة تسببت معركة طوفان الأقصى وعدوان دولة الاحتلال غير المسبوق في شراسته وطول أمده على الشعب الفلسطيني عموماً وعلى قطاع غزة خصوصا، تسببت في مأزق وجودي للنظام الرسمي العربي الذي انكشف تماما، خاصة أنه كان أصلا في وضع الموت السريري ولم يتبقى إلا منه إلا مظاهر وجوده كنظام للأمن الجماعي للأنظمة العربية. ولد النظام الرسمي العربي مع ولادة الجامعة العربية عام 1944، ومع بدء ظهور الدولة القطرية العربية وقبيل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 48 على أرض فلسطين. وقد ارتبط وجود هذا النظام الرسمي العربي بقضية الوحدة والأمن القومي العربي والتهديدات الخارجية، وأهمها ربما التهديد الصهيوني ولاحقا قيام دولة إسرائيل كتهديد وجودي للنظام الرسمي العربي، وبالقضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة العربية وشعوبها ودولها، أو هكذا ربما تم تسويقها للشعوب العربية. وعلى الرغم من خذلان هذا النظام الرسمي العربي بما في ذلك السلطة الفلسطينية التي هي جزء من النظام الرسمي العربي، بل وعلى الرغم من التآمر أحيانا على القضية الفلسطينية، بقيت المقاومة الفلسطينية في الداخل تطور أساليب التحدي التي تتناسب مع المرحلة، حتى أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة بعملية طوفان الأقصى كما يرى كثيرون، ووضعت النظام الرسمي العربي أمام تحدي وجودي فشل في مواجهته حتى الآن، وتأكد
مأزقه. على مدى أكثر من شهر انتظرت الشعوب العربية التي أثبتت توحدها أن هذا النظام الرسمي العربي سيحاول إنقاذ نفسه من المأزق ويتوحد مجددا حول التحدي الذي فرضه العدوان الغاشم على قطاع غزة، لكن لم يحدث شيء من ذلك، وتمخض الجبل فولد فأرا كما يقال. وأكد هذا النظام أنه في غيبوبة لم يفق منها، وهو اليوم أمام تحد وجودي كنظام رسمي، بل وأن دول الوطن العربي ستواجه نتيجة ما يحدث لفترة طويلة، رغم أن حرب غزة لم تتضح بعد مساراتها وبالتالي نتائجها الكاملة، فإن مأزق النظام الرسمي العربي حتى الآن وعجزه عن وحجم الجرائم الصهيونية ومخططات التهجير والحديث الصهيوني عن نكبة جديدة يضع هذا النظام أمام اختبار، فإما أن ينجح ويخرج من مأزقه ويستعيد تعبيره عن التطلعات والأماني العربية والمصالح المشتركة، وإما أن يفشل ويدخل الوطن العربي في مرحلة أشد ظلاما مما سبق من تمزق وهيمنة أجنبية. فهل ما زال هناك أمل في هذا النظام الرسمي العربي ليفعل شيئا حيال حرب الإبادة الجارية في قطاع غزة؟ مشاهدينا، وبداية أرحب بضيفي من عمان السيد حازم عياد الكاتب والمحلل السياسي. أرحب بك سيد حازم. بداية، يعني أعمال مجلس الجامعة العربية الذي انطلق اليوم في دورته غير العادية، قيل أنه لبحث الحراك العربي في ظل استمرار الجريمة في قطاع غزة، هل كان هناك حراك عربي أصلا حتى يتم بحثه؟ يعني هم يقصدون مقررات قمة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي اللي أفضت إلى تشكيل لجنة. هذه اللجنة زارت عدد من الدول العواصم وقامت ببعض النشاطات داخل الأمم المتحدة، ثم أيضا في صياغة قرار وقدمت فيه جزاء آخر لوقف إطلاق النار. هذا الحراك طبعا كان بطيئا محدود الفعالية، وجنوب أفريقيا في وعلى محكمة العدل الدولي، طبعا هذه التوجهات نحو محكمة العدل الدولية لم توقف العدوان الإسرائيلي بقدر ما هي أزعجت وعزلت الكيان الإسرائيلي، لكنها لم توقف العدوان، لكن العرب كانوا متأخرين عن جنوب أفريقيا ثم لحقوها. أيضا البرازيل كانت صلبة وأثرت حتى في العديد من الدول أمريكا اللاتينية الجنوبية، وكذلك الإكوادور مؤخرا التي ربطت بين علاقاتها بقرار الأمم 28-27 وبين قطع علاقاتها بإسرائيل، أنها ذهبت نحو اتخاذ إجراءات عملية. وهناك حتى الدول الأوروبية التي كان لها موقف سياسي وفر غطاء خطيرا للكيان الإسرائيلي وسمح له بارتكاب مجازر مرعبة في قطاع غزة، هذه الدول بدءا بإسبانيا، إيرلندا، إيرلندا، فرنسا، هذه الدول وحتى كندا لاتخاذ إجراءات منع تصدير السلاح إلى الكيان الإسرائيلي، وبريطانيا تقصد ذلك. إن الهند التي تعتبر ذات تملك مع الكيان الإسرائيلي حدث فيها إحراق على المستوى الشعبي، وقرر عمال الموانئ في 6 موانئ هندية بأن لا يحملوا أي بضائع أو أسلحة تتجه إلى الكيان الإسرائيلي، أي أن حتى الهند هناك قوة مدنية ذهبت إلى اتخاذ إجراءات، ودولة احترمت هذا السلوك رغم أن النظام الهند يعني دولة فاشية في مودي وحزب بهارات جناته، لكنها بالنهاية خضعت لإرادة العمال في الموانئ الهندية. المنطقة العربية، المنطقة العربية جدا متأخرة في اتخاذ إجراءات أكثر قوة، أكثر دفع نحو عزل إسرائيل، في قطع كامل ونهائي للعلاقات، في تراجع وتأمين بنوك حتى الاتفاقيات الموقعة. الدول بعض الدول ليست بحاجة
فقط تطبيع، يعني اتفاقات الإبراهيم يجب أن تختفي وتتلاشى على سبيل المثال، لا يوجد لها داعي ولا تؤثر على من هذه الدول أو مصيرها ومستقبلها، ولا تملك جوارا مع الكيان الصهيوني، لم تتخذ إجراءات، بل إن بعض الدول العربية للأسف تتضايق حتى نأي نشاط أهلي شعبي يعني داعم لقطاع غزة. بعض الدول يعني حتى جمع تطوعات على المستوى الشعبي تجد أن هناك صعوبة كثير عن التضامن عبر تويتر، ولها تجد أن هناك صعوبة، بل إنها تقلق حتى من أي حراك شعبي في أي دولة مجاورة لها، يعني كما يحدث في الأردن الآن، هناك انفعاق دول الجوار، إن الأردن فيها قدر من الحرية ومن القدرة والمرونة في التعبير عن الرأي، تضايقت بعض الدول من هذا الحراك وبدأت يعني توجه سهامها له باللمس والهدف إلى آخره. فكيف نتوقع من هذه المنظومة العربية للأسف بهذا الشكل إنها تذهب باتخاذ إجراءات عملية ضاغطة على الكيان الإسرائيلي أو ضاغطة على الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تعد الآن الداعم رقم واحد لإسرائيل؟ الدول العربية لم تنسق حتى جهودها مع روسيا والصين لممارسة مزيد من الضغط وفرض مزيد من العزلة ولدعم المقاومة الفلسطينية. لا زالت تنظر بعض الدول العربية لا زالت تصنف المقاومة الإسلامية على أنها جماعات إرهابية، يعني بعض الدول العربية للأسف. فكيف لنا نتوقع من هذه الدول أن تقدم دعما حقيقيا للشعب الفلسطيني، دعما مؤثرا يقف المعتلى لصالحه؟ لا زال يسير بالتساوق المؤمن، طبعا ليس كله، هناك دول لا شك أن هناك يجب أن تشير. قبل أن أختم هذه المداخلة، أن هناك شرخ على المستوى الرسمي العربي يمتد من عمان إلى الجزائر حول المواقف. في الموقف الرسمي العربي هناك رسميان عربيان، وتتباين الدول العربية في مواقف تجاه الأحداث في فلسطين، هناك من سقوفه أعلى ولديه إمكانات ورغبة، وهناك من يحاول أن يكبح أي توجه عربي باتجاه اتخاذ إجراءات مشددة لأنه متساوق أكثر مع الأجندة الأمريكية، بل بعضهم يريد المشاركة في إخراج إسرائيل من مازقها بطرح طروحات أو التساوق مع بعض الطروحات الأمنية التي تطرحها إسرائيل. للأسف ولولا أن هناك قسم من الدول العربية في المنظومة الرسمية ترفض هذا، وإلا كانوا ذهبوا بعيد، ولو أنه أيضا حراك شعب إن كان خجولا في بعض الدول يظهر أنه قوي أو يظهر أنه مؤثر، لكنه يبقى خجول بغير، يعني لم يؤثر في مواقف رسمية حقيقة. طيب، يعني هناك مشكلة في الصوت، الصوت يتقطع، لا أدري أين المشكلة، أرجو أن يتم إصلاحه إذا كان من عندك أو من عند الشباب لدينا. ولكن دعني أبقى مع الأنظمة العربية والجامعة العربية تحديدا، هذه الجامعة التي قيل بأنه بريطانيا لم تكن بعيدة عن تأسيس أو الإشراف على تأسيس ربما هذه الجامعة العربية. الأنظمة العربية اليوم أو الدول العربية التي باتت الشروخ بينها كبيرة جدا، يعني بين من يذهب باتجاه التطبيع وحتى التطبيع بدرجات، هناك من يذهب إلى أقصى مدى في هذا التطبيع حتى يكاد يتماهى مع دولة الاحتلال، وهناك دول عربية باتت تحت الاحتلال، 4 عواصم عربية إيران تسيطر عليها، عواصم عربية إسرائيل لها فيها نفوذ كبير، أضف إلى ذلك تركيا وغيرها. السؤال، ما الذي أوصل العرب بعد أن كانت من المفترض أن القضية الفلسطينية هي جامعهم الأول والكبير، ما الذي أوصل العرب إلى هذا المستوى أن تصبح القضية الفلسطينية وجهة نظر بين الأنظمة العربية؟ بصراحة هذا اختراق أمني كبير، اختراق لمفهوم الأمن القومي العربي، وأمريكا تمكنت من فرض مفاهيمها على المنطقة العربية، مفهوم السلام، حتى هوية المنطقة هي من تقرر هوية المنطقة، تسميه شرق أوسط، هي التي تحدد المنظومة الأمنية للمنطقة، المنظومة الاقتصادية للمنطقة، غير قادرة على تتخذ إجراءات استقلالية عن الإرادة والتبعية للاقتصاد الأمريكي والمنظومة الاقتصادية الغربية. الدول العربية تحت هيمنة، يعني ترزح تحت هيمنة ونفوذ أمريكي، يعني يطحنها حتى هويتها. على الدول العربية سلسلة من الاتفاقات
الحكميه بالاتفاق بالسلام الامريكي بدءا بكام ديفيد الى قضية عربه واوسلو وانتهاء باتفاقات او حد اتفاق قرن وذهب ان تحدد هي تقليديه كما ذكرت انها هويه حضاريه لا طبعا محصوله للدرجه. هذه الهيمنه الامريكيه هي التي خلقت هذا الوهن عند الدول العربيه بحيث لا يوجد اجنده عربيه مستقله، باتت الاجندات الفرديه والاجندات الخارجيه واجندات القوى الاقليميه هي المؤثره. يعني ايران لا شك انها لان لديها مشروع هي الى المؤثره. سيد حازم، هناك مشكله في الصوت، لا ادري اين المشكلة، صوت يتقطع، لا أستطيع أن أفهم الفكرة بشكل جيد، لا أدري إذا كان بالإمكان إصلاح هذا الأمر. على كل حال، الجامعة العربية منذ زمن، منذ سنوات طويلة، كان يقال بأنها وصلت إلى مرحلة الموات السريري ولم يبقى إلا دفنها، يعني فقط القمة العربية، بروتوكولات تجري كل عام، حتى أنها في السنوات الأخيرة لم تعد تجري كل عام، ربما حسب الظروف. وبالتالي النظام الرسمي العربي مشتت، وكل نظام يبحث عن مصالحه الخاصة، وصراعات حتى بينية بين هذه الأنظمة العربية، ولا أقول بين الشعوب العربية، لأنه الشعوب العربية ما زال لديها يعني هذا الانتماء إلى الأمة ما زال قويا وقويا جدا، ولكن الأنظمة العربية التي باتت يعني أهدافها ضيقة جدا، تنحصر ربما ضمن حدود مصالح النظام وأمن النظام، ورأينا دولا عربية تم تهديمها على رؤوس أهاليها من أجل أن يبقى هذا النظام أو ذاك جالسا على الرقاب هذه الشعوب. وبالتالي الهاجس الأول على ما يبدو لدى الأنظمة العربية اليوم هو البقاء، الاستمرار. سيد حازم، أرجو أن يكون تم إصلاح الصوت، تفضل. لنعود إلى النقطة التي ذكرتها، إذا كان ممكن تعيد سؤالك مرة أخرى حتى يكون هناك تركيز أكثر. سألتك حول الأنظمة العربية والجامعة التي هي مفتتة ومشتتة اليوم وفي حالة صراع بيني، وحتى هناك صراعات داخلية داخل هذه الدول العربية، وهناك أنظمة عربية ذاهبة للحد الأقصى في التطبيع مع دولة الاحتلال، وهناك دول واقعة تحت الهيمنة الإيرانية والتركية وغيرها، في حين أن القضية الفلسطينية باتت يعني آخر هم هذه الأنظمة. ما الذي أوصل الأنظمة العربية إلى أن تصبح القضية الفلسطينية وجهة نظر؟ يعني أستاذ زياد، كما أردت أن أذكر منذ اللحظة الأولى أن المشكلة هو بالنفوذ الأمريكي. أمريكا تملك نفوذا هائلا في المنطقة العربية، تملك قواعد تهيمن على الاقتصاد العربي، تمكنت من فرض منظومة سلام أمريكي بدءا بكام ديفيد، قرى الوادي عربة وأوسلو والاتفاقات الإبراهيمية، أصبحت هي من تسوق مفهوم المفاهيم السياسية والمفاهيم الأمنية والمفاهيم الاقتصادية، وأصبحت هي من تحدد المرجعية السياسية والاقتصادية للمنطقة العربية والفكرية، بل أنها تريد أن تحدد هوية المنطقة. المرجعيات العربية الرئيسية التي كانت في الثناء القومية والإسلامية العربية في الحركة التحرر في البادية، عمر المختار مثل حسين القسري وغيرها، هذه المرجعيات ضعاف صالح هي الأمريكية والمؤسسات الأوروبية ومخلفة القدرة الداخلية هي مستقلة ضعيفة جدا، بدأنا أكثر لماذا الوجود الأمريكي ونعيش على هذه السياسة وعلى
المفاهيم السياسية الأمريكية والأصول الأمريكية، وبقدر على أن تفرض علينا هويتها على العرب الصهيوني، وأن تفرض علينا الكيان الإسرائيلي كمرجعية سياسية وعربية أن تتعامل معها كأمر. هذا الأمر لا يعني أنه لا يوجد مقاومة لهذه المشاكل. نلاحظ أنه في السودان هناك موقف، في الجزائر موقف، في عمان بدأت تتطور مواقف سياسية مختلفة بمرجعيات مختلفة. يعني في عديد هي تملك أكثر من الرغبة ابتعاد عن الأمريكي وما تفرضه هذه السياسة. طبعا عدم وجود مرجعية عربية قوية وثابتة وهيمنة المرجعية الأمريكية سمح للدول مثل إيران بأن تلعب أن تصبح لاعبا مؤثرا، غير رغم أن عدد سكان إيران لا يتجاوز 100 مليون 80 مليون، وما تستطيع أن تمارس تأثيرا يفضل 400 مليون عربي منتشرين في الدول العربية، تستطيع أن تؤثر أكثر من دول عربية تملك إمكانات مواد اقتصادية ضخمة وهائلة ودول جيوش كبيرة. هذه الدول اهانت السياسة الأمريكية. إيران تملك أكثر من الاستقلالية لدرجة أن أمريكا تجلس معها على الطاولة. إذن هذه نقطة ضعف عند العرب وليست يعني نقطة قوة عند الإيرانيين. السبب هم العرب، هم من تخلوا عن قضيتهم والتحقوا بالأجندة الأمريكية ودب الخلاف فيما بينهم. وحتى الصراعات، صراع عربي عربي، الصراع في ليبيا هو جزء منه بالأساس صراع عربي عربي، يعني صراعات بين الدول العربية. سمعنا آخر تصريحات لعبد المجيد تبون ويتحدث بمرارة عن العلاقات العربية، علاقات الدوار لدول العربية تمارس أكثر سلبية. هذه الدول العربية في المنظومة الرسمية مشتركة بينها، وكثير منها مرتهن للسياسة الأمريكية والأجندة الأمريكية، ولا يوجد لديه أجندة عربية مستقلة، حتى أن بعض الدول لا تملك هامش مناورة حقيقية للتعامل مع روسيا. يعني وحين رغم المتقدمة من القضية الفلسطينية مؤخرا، العربية بقيت تحاول أن تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى هي لا زالت تنسق مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي أن تنسق مع الولايات الأمريكية. لا يوجد المبعوث الروسي منطقية يملك هو الولايات المتحدة الأمريكية من مساحة للحركة، وهذا عادة سلوك الدول العربية مثلا. إذن الحكومة العربية تحمل المسؤولية تبعية للولايات المتحدة الأمريكية وإصرار على التعامل مع هذه الأجندة. عاد مرتبة أن يكون لديها سياسة مستقلة تجعلها دائما يعني تسير وفقا للرؤية الأمريكية، والرؤية الأمريكية لا تعترف أبدا بحقوق فلسطينية، والدليل أنها تركت إسرائيل لتقوم بكل ما تريده في أراضي فلسطينية. ارتكبت مجازر ولا زالت تعطل لهم غطاء. بالأمس قتل يعني موظفين أمميين منهم أمريكان وبريطانيون ومنهم بولنديون وأستراليون وكنديون، ولم تعب أمريكا بل سعت إلى تبرير هذه الجريمة والتخفيف من وطأتها والقول إنها يعني كأنها آثار جانبية للصراع في المنطقة. بالتالي أمريكا هي المتحكمة بالمشهد حتى اللحظة، والمقاومة العائق الوحيد أمام تمرير الأجندة الأمريكية. وهذه المقاومة الشرسة لا شك أنها يعني عز يعني نتيجتها طفوة إلى السطح ما نشاهده من انقسام عربي وبعض، وكشفت حدثت حالة من الانكشاف الحقيقية للمواقف العربية ولحالة الضعف العربي للارتهان للأجندة الأمريكية وعدم القدرة بعض الدول العربية على الابتعاد عن الرؤية الأمريكية للصراع العربي الإسرائيلي. رغم ضخامة الجرائم لا زالت بعض الدول العربية تتحدث عن إمكانية التعايش مع هذا الكيان المجرم. لا زالت بعض الدول العربية يعني مصر على التمسك بالأجندة الأمريكية بالعلاقة مع الكيان الإسرائيلي، وهذا يثبت أن هناك خللا كبير في هناك. ومقابل ذلك هناك عربيات يعني تجد أنه لابد من مراجعات، لابد من إعادة النظر، ولابد من اتخاذ سياسة أكثر استقلالية. وهذا يعني أدى إلى نوع من الانقسام والشروخ التي بدأت تتضح كما ذكرت لك من عمان وانتهاء بالجزائر مرورا بالسودان. هناك شرخ كبير في المنظومة العربية. أما عن الدور الإيراني أو الدور التركي فهو ليس إلا يعني عرض لمرض، والمرض هو الضعف العربي وغياب المرجعية العربية الحقيقية وغياب مفاهيم الأمن القومي العربي وتخلي الدول العربية عن القضية الفلسطينية وعن المقاومة الفلسطينية.
والانتهاء للمشروع الأمريكي وكأنه هو المشروع الشرعي والوحيد الذي يجب أن نتمسك به. نعم. وأصبحوا يسيرون في فقه ويروجون له وكأنه مشروعهم، علما أنه ليس مشروع، هو مشروع أمريكي، هو سلام أمريكي وليس سلام عربيا فيه إنصاف للفلسطينيين ولا حتى للدول العربية التي شاركت فيه. نعم، شكرا لك سيد حازم عياد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معي من عمان. والمعذرة مشاهدينا لرداءة الصوت وذلك من المصدر، الصوت يتقطع. على كل حال، إذن ربما المشكلة الأساسية في دولنا العربية هي غياب الديمقراطية، الحياة الديمقراطية التي تنتج أنظمة تشعر بانتمائها، تشعر بشرعيتها الشعبية، وبالتالي هذه الديمقراطية تنتج حكما رشيدا، وبالتالي سيكون لهذه الدول العربية وللنظام الرسمي العربي قيمة دولية أصلا ووزنا دوليا، وبالتالي يمكن له أن يقف موقفا ويتخذ قرارا ويتخذ مواقف حيال الأزمات التي تمر بها المنطقة وربما العالم. مشاهدينا، أبدأ باستقبال اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأبدأ مع عبد الله من فرنسا. تفضل عبد الله. زياد ورحمة الله وبركاته، شكر موصول لك والإخوة العامين على الخطوط وإلى الجميع بصفة عامة. حربنا سيد زياد هي حرب وعي بالأصل وبالأساس، وهذا البرنامج الطيب وهذه القناة الطاهرة تدخل في هذه الحرب. دورنا نحن الذي ندعي ولا نحتسب أنفسنا على الله مثقفين هي توعية هذه الأمة، لأن أمتنا أخ جمال أمتنا ليست ميتة، أمتنا مخدرة، فلذلك علينا استعمال المصطلحات المناسبة. جميع هذه جميع الصهيونية المتصهنة العبرية، جميع الغدر والخيانة والعمالة، هذه التي ولدت بالتزامن مع انبثاق دولة إسرائيل وكانت لها رحم اصطناعي وجيء بذلك اللقيط إلى المنطقة، وكانت هذه الجامعة تلعب ذلك الدور حتى ينمو ويكبر هذا اللقيط ويحقق ما يسمى بإسرائيل الكبرى. هذه الجامعة، هذه الجامعة التي خلقت بالأصل وبالأساس من يعني ولدتها بريطانيا المتصهنة، يعني ولا تقول استعمار، الاستعمار الاستعمار جاي من كلمة التعمير، الاستدمار، قوى الاستدمار، قوى الإمبريالية، القوى الرجعية في هذا العالم، حرب على الإسلام والمسلمين، وجاءت للقضاء على كل ما هو نفس إسلامي ولإزكاء وتبديل يعني نفس الإسلامي بالنفس القومي. تلك المقولة المشهورة أخ زياد يقول لك اتفق العرب وعلى لا يتفقوا، نعم هي صحيحة إلا في حالة واحدة، هذه الجامعة المتصهنة عندما يتقابل فيها وزراء الداخلية وزراء الإرهاب يتفقون على قمع تلك الشعوب أخ زياد، وعلى سرقة مقدراتهم وعلى إذلالهم حتى ينقادون إلى ما يسمى بنظرية العبودية الطوعية. هذا دورها هذه الجامعة. نواتير سيسبيكو، جميع تفرق تسد. تعرف يا أخ زياد هم الآن لماذا يجتمعون؟ ها أقول لكم أنا لماذا يجتمعون. هم يجتمعون فيما يسمى قوات العربية لحفظ السلام في غزة، يجتمعون للتآمر على غزة، للتآمر على المقاومة، للتآمر على كل نفس إسلامي، يجتمعون للتآمر على كل نبر، على كل بصيص لقيام هذه الأمة مرة ثانية. هؤلاء الخونة والعملاء تخندقوا يا أخ زياد. الأمة انقسمت إلى فسطتين، ليس هنالك غباش في الأمر، لا هلامية ولا ليس هنالك بقية. إما أن تكون مع الأمة وتكون مع المقاومة وتصف معها، أو أنك صهيوني من حيث تعلم أو لا تعلم. هذه الجامعة يا أخ زياد يعني هذا هو ديدينها وهذا هو دورها، وعلى الأمة أن تستفيق. أين جماعة الغدر والخيانة عندما دمر العراق وعندما دمرت سوريا ودمر اليمن ودمرت لبنان ودمرت ليبيا الشقيقة؟ أين دورها المسموم؟ هذه الجامعة يا أخي باختصار شديد هي عدو لنا، وسنفتك بها إن شاء الله يوما ما، ولله الحمد. أبشرك وأبشر السواد الأعظم من هذه الأمة. لا تقول الأمة ماتت، من قال الأمة ماتت فهو الميت، فهو الهالك. الأمة مقدرة، والأمة الآن هذا المارد يستفيق وسيخرج من بين التراب ومن وراء الأنقاض ويغير موازين هذه العالم. انتبهوا إلى هذه الجامعة، هي أس البلاء وهي جزء لا يتجزأ من الصهيونية ومن منظومتها، وهم الآن يخططون للدخول إلى غزة تحت مظلة يعني المساعدات وحماية وإعادة التعمير للقضاء، محاولة منهم للقضاء يعني للقضاء على المقاومة، وهم يمكرون يا أخ زياد ويمكر الله، والله خير الماكرين. وشكرا لك يا أخ زياد. شكرا لك عبد الله من فرنسا. أبو أسامة من المغرب تفضل. أبو أسامة تفضل يا أبو أسامة.
يا أخي صالح، نسأل الله المقاومة النصر إن شاء الله، والله يشفي مرضاهم ويدوي جرحاهم وينصر المقاومة إن شاء الله، والله يدمر هذوك السهائنة، الله يدمر هذوك السهائنة، والله يبين فيهم إن شاء الله. الله نسأل الله العظيم يرينا فيهم عجائب قدرته. أما بالنسبة للجامعة العربية، الجامعة العربية من 2013 في الثورة المصرية صافي صلي عليها صلاة الجنازة، هذيك نظام مصري سعودي إماراتي لا قل ولا أكثر يا أخي. وبالنسبة للشعوب العربية راها حكمت من طرف الأنظمة ديالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، والله ينصر المقاومة يا أخي. شكرا لك أبو أسامة من المغرب. محمود من بريطانيا تفضل. محمود من بريطانيا. مرحبا شيخ زياد. يا هلا مرحبتين تفضل. والله يا شيخ زياد، احنا اليوم مخلصين الشهر السادس وداخلين في الشهر السابع من الاجتياح في غزة، بالرغم من الدمار والخراب لم نشوف جامعة الدول العربية قدمت لأبناء غزة أي شيء. اللهم إن 11/11/23 اجتمعت الدول العربية والإسلامية في السعودية، وكان العنوان اللافت هو كسر الحصار وإدخال المساعدات وفتح معبر رفح. اليوم ونحن نثمن اليوم 180 يوم من الدمار والخراب، من القصف والقتل، جامعة الدول العربية لم تفتح المعبر، وجامعة الدول العربية لم تكسر الحصار. الآن ماذا فعل العرب تجاه شعبنا في غزة؟ الكل كما قال السيسي يريد نقل أهل غزة إلى صحراء النقب ويدمروا حماس، أي أن مشكلة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الآن لكل فلسطيني في غزة هي حركة حماس وفقط لا غير، أو المقاومة بما يعني المقاومة. ماذا فعلت جامعة الدول العربية؟ كما قلت هذا تنسيق بريطاني وقام بتأسيسه سعودي مصري، وهؤلاء قاموا بتأسيس جامعة الدول العربية لحماية الصهاينة الموجودين المسمين إسرائيل. وبذلك كانت فلسطين عندما تقدمت بأول طلب عضوية رفض كطلب دولة، وقالوا إن فلسطين ليست دولة مستقلة بل تحت الانتداب البريطاني ولا يحق لها أن تكون دولة مستقلة في جامعة الدول العربية. هكذا كانت عندما كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني وحاولوا تنسيب فلسطين إلى جامعة الدول العربية. تخيل يا أستاذي الفاضل أن جامعة الدول العربية بعد النكبة تعطي اصطلاحات ورموز للدول العربية، دول الجوار أو دول الطوق، بأن أي فلسطيني وخاصة من أبناء غزة لا يحق له التمليك، لا يحق له الجنسية، لا يحق له كذا، لا يحق له أن يشتري قبر عشان يندفن فيه هو وأسرته، يعاملوا معاملة الأجانب طول عمرهم، حتى قالوا إيش، حتى لا ينسوا فلسطين. طب الآن أهل غزة دافعين الطيب والعاطل، وكل واحد شايف الحين أمام الجزيرة وأمام كل التلفزيونات في العالم كيف أهل غزة يتم إبادتهم وقتلهم بدم بارد. الآن ماذا فعلت الدول العربية؟ ماذا فعل أبو الغيط؟ هل يا أخي أبو الغيط وراه وقف قدام معبر رفح وأخذ صورة بس؟ يا أخي خلي ياخذ صورة، أنا ما بديش اللي ياخذ صورة بس ويقول نحن نتضامن مع أهل غزة وحندخل 200 طيارة وقود داخل قطاع غزة. لم يفعل ذلك، راح يجي جوتيريس من أمريكا البرتغالي ويروح يقف قدام معبر رفح ويقول كذا. هل يا أستاذ زياد رئيس أمين جامعة الدول العربية الأستاذ أبو الغيط اللي بده يكسر رجل أبناء غزة لو دخلوا على مصر، هل هو راح رفع قضية في محكمة العدل الدولية وقال إن إسرائيل تبيد الشعب الفلسطيني في غزة مثل ما فعلت جنوب أفريقيا؟
لا، ما حدش عملها، لا جميع الدول العربية ولا رؤساء عرب ولا كذا. ولكن يا أستاذ زياد، المؤامرة والتواطؤ كبير جدا. نحن اليوم ندخل في شهرنا السابع، شهرنا السابع وصمود، وربنا يعطي أهلنا في غزة التقوى والصبر والسلوان ويعطي لهم النصر إن شاء الله. ناس يعني أكثر من سبع يعني ست شهور وهم بالهدمة اللي عليهم، لا لا, لا 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 الله يعلم إذا كانوا أخذوا حمام ولا ما أخذوش. ناس في رمضان إذا كانوا بيفطروا ولا ما بيفطروش، إذا كانوا لاجئين. يا أخي حتى السلطة الفلسطينية متواطئة معهم مع جميع الدول العربية ومنعت السيولة في غزة. ما فيش سيولة في غزة، حتى لما الواحد يعمل تحويل لا يعملوا له فيها ولا أي شيء بالمرة. لا يوجد تحويل، لأن يقولوا لا، لا يوجد سيولة، لا توجد مصارف، لا توجد نقود. والآن يريدون إدخال قوة أمنية. تخيل يا أستاذ زياد، جميع الدول العربية اللي ما اطلعت في الإنسان الفلسطيني والطفل الفلسطيني والمرأة الفلسطينية تحت القصف، يريدون دخول قوة أمنية. طب هل القوة الأمنية ستحارب الصهاينة؟ والله إذا بدهم يحاربوا الصهاينة يا مرحبتين يا مرحبتين يا مرحبتين، لكن إذا كانوا داخلين عشان يضربوا في المقاومة وكذا، فأنا بقول لهم اقعدوا محلكم. وغزة لن يدخلها إلا الأحرار، غزة لن يدخلها إلا الأحرار، وهذا موجود. وخلي كلام مجلس الفرج يسمع الكلام، والسلطة تسمع الكلام. وغزة هي بلد الثوار والعمود الفقري للثورة الفلسطينية منذ عام 65 وما قبل 65 وأيام جيش تحرير فلسطين قوات عنجلوت، وإنها لثورة حتى النصر والتحرير، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا محمود من بريطانيا. عبد الجبار من العراق تفضل. عبد الجبار من العراق، عبد الجبار، يبدو فقدنا عبد الجبار، هل تسمعني؟ يبدو عبد الجبار ليس معنا. سعيدة من تونس تفضلي. عبد الجبار هل تسمعني؟ سعيدة نعم تفضل يا سعيدة. هل ما زال هناك أمل بالنظام الرسمي العربي؟ نعم نعم. ألو يا بس أخفضي صوت التلفاز عليكم. يا سعيدة لو سمحت. بالنسبة للجامعة العربية هذيك جامعة المنكوبين لا نترجعوا منهم حتى شيء، يحكموا فيهم المطبعين، والمطبعين كلهم ما يحبوش المقاومة تنجح، ما يحبوش المقاومة تنجح، يحبوا كان على السلطة المتبرية من المقاومة. كيفاش تحب المتبعين يمشوا مع المقاومة؟ المقاومة إلى ربي، فهمتني؟ وهم كلهم ما همش عندهمش قلوب، هذوما البنوك والرؤساء بلاش قلوب، ما عندهمش قلوب تعب، ما عندهمش قلوب، قلوبهم ميتة. يشوفوا في ناس كانوا نجموا من الجمعة الأولى كيف حبوا، راهم عندهم إمكانيات، عندهم النفط، عندهم الغاز، يوقفوا الحرب من الجمعة الأولى، أما هما ما يحبوش، ما يحبوش المقاومة تنجح، والسلطة تحب ديما تعيش في الظل تحت الاحتلال. وربي مع المقاومة وربي ينصرها في العشر الأخرانيين وندعيك. شكرا لك سعيدة من تونس. أبو القعقاع من قطر تفضل. تفضل يا أبو القعقاع. طيب فقدنا أبو القعقاع من قطر. شيماء القرني تقول: كيف لجامعة الدول العربية أن تغير الواقع البائس وهي تمثل أنظمة تمنع المظاهرات أو صلاة الغائب، وبعضهم ربما نسمع عن سماحهم لخروج مظاهرة فقط لمطالبة تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه بإعادة استضافة المطربة الإباحية التي تسب الذات الإلهية بالقرب من الكعبة. غيث الهمالي من ليبيا يقول: الأنظمة العربية والجامعة العربية لا أمل فيهم، هم صهاينة بجلباب عربي، وإذا كان الشعوب العربية تريد عزتها فعليها كنس هذه الأنظمة، وعندها يمكن أن تستفيق الروح العربية من
الغيبوبة. مشاهدينا وصلنا إلى فقرة أخبار الرأي الحر. في خبرنا الأول من غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي إلى ما يناهز 33,000 شهيدا و 75,577 مصابا. وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر بحق المدنيين والعائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وصل نتيجتها 59 شهيدا للمستشفيات و83 مصابا. كما جدد البيان التأكيد على وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ونبقى في قطاع غزة، حيث قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الأربعاء إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع فرقها من الوصول إلى شمال قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان الذين يعانون من المجاعة. ولفتت الأونروا إلى أنها قدمت أكثر من نصف المساعدات الأممية التي سلمت في غزة عبر معبر رفح وكرم أبو سالم في شهر مارس الماضي. وفي سياق العدوان على قطاع غزة، انطلقت دعوات شبابية عربية وإسلامية للخروج بمسيرات حاشدة في جمعة الغضب لفلسطين الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وذلك أمام السفارات الأمريكية في مختلف دول العالم رفضا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأشارت الدعوات إلى أنه سيتم التغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وسم جمعة الغضب لفلسطين للحشد في يوم الغضب العالمي رفضا لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة، ولدعوة العالم إلى التحرك غضبا لوقف التجويع والعدوان قبل عيد الفطر. في خبرنا التالي، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن العالم يشاهد اليوم جرائم الاحتلال في غزة والضفة والقدس. وأضاف في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي الأربعاء أن غزة تقدم اليوم صفحة مجيدة من صفحات الأمة، وأن مواكب الشهداء في كل القطاع تزيد غزة قوة وإصرارا وبأسا وعنادا. وأشار إلى أن في هذه المعركة سقطت كل الأوهام التي صنعها العدو لنفسه ولجيشه، وأكد أنه منذ أكثر من 100 عام وشعبنا يقدم أغلى التضحيات في سبيل نيل حريته وإزالة الاحتلال عن أرضه، وأن أبطال غزة وفلسطين كسروا حاجز الخوف ونحن أمام فرصة تاريخية لهزيمة العدو. في خبرنا الأخير، قال موقع إكسيوس في تقرير له أن الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن النقاط الرئيسية المتعلقة بالحملة العسكرية التي تريد شنها إسرائيل ضد رفح عميقة، وهي العملية التي قال نتنياهو أنه سينفذها في المدينة بدعم أمريكي أو بدونه. سوليفان قال من جانبه أنه لو حدث أن أعلنت المجاعة في قطاع غزة فسيكون ثالث إعلان مجاعة في القرن 21، وسيكون سيئا لإسرائيل والولايات المتحدة. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة هذا الساعة الثانية من الرأي الحر، والتي نتناول فيها طبيعة الرد الإيراني المتوقع ربما بعد الغارة الإسرائيلية يوم الاثنين على مبنى تابع للسفارة الإيرانية في دمشق، والذي قتل فيه ضباط كبار من الحرس الثوري الإيراني في دمشق. وطهران قالت أنها أرسلت رسالة مهمة إلى واشنطن. نتساءل عن فحوى هذه الرسالة وطبيعة الرد الإيراني المتوقع، وهل سترد إيران
أصلا أم أنها ستحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين؟ ابقوا معنا.